واسدي وحضر الشدة برعو وسؤال مهمة ما أنت وحين قال دونا فيديو عصو كاسو كدوان في جوادي هرا أضبا براتين channel كانو فينا تكنولوجي هدوا فيديو غن أيينو ما أنت وحينو كل فقور دونا سؤاشنا واسدي وحبر الشدة برعو هدوا وحبر الشدة برعو أيينو وكلا قاعدة دونا دور قيبات إنغو أوكيه دونا حد بوحي لغو برتو أما وحيالها قميهم سن يعي برعو وحبر الشدة دعان كاي قطعن وغارين أداد فيديو وكو عصو تاي فضلون نو سبسكرايب غري أصحاب تادن اللو داك سواشن هدين وصو نقول نو واسدي وحبر الشدة برعو جامعة برعو أيا وحالو كلا قيبية بابليك يا برايفل سيدا جامعات دولة وعلى هاي جامعات برعو هوين تاس وعي دولة وعلى هاي وبابليكا يو جامعات كلي اكسو حراي واه برايفة مركا جامعات كلي برايفة تكا وحاو عانسان جوليس سيدو كلي جامعات لدهو الفا يو جامعات توب دير يو وليو جامعات كلي اصورها سي نيو جنريشن يو جامعات كلي اكمت كتاهاي كامبالا يونيفرسيتي كا جامعادهان ايا دمانتود وحي تياهان اي كيسي ميهي وحالا دهو امام فاكالتيادة اي بيحيان ايا تياهان اي كيسي ميهي سوكالا فاكالتيادة اي جامعادهان برايفاتكا اي بيحيان يا وعاسن ايا وحويان سيدا اي سي تيغا بيسينيسكا وحاكالا صورا اكونتينكا يو يو فاكالتيو كلا وفر بدا مركا دمان تو تياهان واي كسيميهين دنكا فاكالتيادا يو حد يو معدوينكا عاي بحينا يان هادوا برعا مركا جوكتيد لعبتو قو قاليسان اياد وحكو باران كرتا واي انتي برعا مركا جوكتيد لعبتو قو قاليسان اياد وحكو باران كرتا وحوي يان وحلادهو وحان فيلا يايو يهي فاكالتيغا ميليسينكا كاس وأد كل يوم كرتيد سيمستر كي تقريبا صدح بقول يو كونتون يو وحده سيدو كلا فاكر تيغن جامعة برعاي قاعرة وبحيصو ايا قيمي هيدا ما وين انت هاد كل يوم كرتيد انت عصايتا را تياهان جامعة هم برعاو اوردن دمان تود وحي كسيميهين وحالا دهو حاقة تيادا امو كوالتي ايا كسيميهين سالها دو تراهدا aqoonta ama jaamacadeen way bixiyaan waa aqoon aan ku filnayn bulshada buraha ama bulshooyinka kale ee Soomaaliya marka aad kala simantahay wadanka intiisa kale muhiim ah inaad ku doodid wax la dhaho tayahan waa sidee waxbarashada buraha buraha waxbarashadeeda hadii aynu ka nimaano jaamacadaha waxaa ku soo xiga oo soo raaca koolajyada kala duwan ee ka hawlgala magaalada Burco koolajyadan ayaa ardayda u tababara inay u diyaariyaan sidii ay aqoontooda ay u noqon lahayd mid mirada koolajyada hadaba ugu caansan magaalada Burco ee aad wax ka baran karto waxaa ka mid ah koolajka Orbis International College oo ah koolaj in badan soo garab qaatay bulshada Burco kaas oo muhiimadda weyn saaray sidii ay Burco ay u heli lahayd ICT ku filan iyo wax la mid ah sidoo kale koolajyada ugu caansan ee soo raaca Orbit waxaa ka mid ah Zoom ayaa isaguna ka shaqeeya ama ka hawlgala aqoonta technology-ga iyo wixii la mid ah koolajyada kale ee Burco ka dhisan kuwaas oo ka shaqeeya aqoonta caafimaadka ama waxa noqoto neeraska iyo wixii la mid ah waxaa ka mid ah SRC marka koolajyadan kala duwan ayaa iyaguna bulshada u diyaariya aqoon jaban kuwaas oo ay Burco ay ku soo caalamaashay ama ay ku soo gaadhay heerkan ardaydoodu ay wax badan ay ka faa'iideen sidoo kale waxaa iyaduna meesha soo galiyay institutionada kale ee macaahida kuwaas oo kala bixiya sida caafimaadka oo kale aad ka dhigan kartid sida nacaadka weyn ee caafimaadka lagu barto ee Burco ama macaahida kale ee lagaga barto xagga diinta ama diinta islaamka sida sunna iyo imaam shaafici labadaas macaahadna waa laba macaahad oo diinta islaamka bixiya ama shareecada ay bixiyaan
حيالها معهددني أي كسو كرديين أما لبدا معهد إيه وين برعو أي كسو كرديين بحاكم إذا سيئيني دياريين أرتي تيوله كواس أو دينهان أوليسان سيدو كره أن لأكرن كرين أقونت أي صوبرتين يو حيالها أي قبتين دمانتو هذا معهددن أي سوغنا وحصورها على معهدك عافماتك لغو برطو برعو أصوات كو برانسي حيالها النارسك يا عافماتك انتيسك كالدوان صورها على بركا وحنفيل يا إناد انتا سمعت كو فهنتين حيالها كو سافسان معاهدة إيو كولت يلا هذا هو حل سويدين كلا برعو إسكيلسك أما وحرفادها سيدايا كوتا برعو دنكا إسكيلسك ودنكا أي هورمركا sanadada ugu dambeysa ay kasoo sameeyayso ama waa koritaan xoog leh ay ku soo saarto ama waa dhalinyarta ugu baahan ay soo fahmayaan sanadada ugu dambeysa faa'iidooyinka skillska ama xirfadaha ay leedahay marka burco waxaa jira institutiono gaar ah oo dhisan kuwaas oo bixiya skillska kala duwan sida burco technical institute oo ah iskuul ka farsamada gacanta ee burco taas oo iyagoo la kaashanaya hay'adaha caalamiga sida Safe Children, NRC iyo wixii la midaba iyo weliba dowladda berberkeeda iyagoo la kaashanaya ay bixiyaan aqoon ku saabsan technicalka ama skillska kala duwan sida inaad baratid xirfadihii kala duwanaa marka xirfadahani waxay u diyaarin kartaa dhalinyarada inay noqdaan qaar isla markiiba shaqaysan kara amaba wax ku soo kordhin kara durco dhexdeeda. Haddaba, intaas haddii aynu kaga gudubno sida waxbarashada burco ay tahay amaba heerka ay maanta ay marayso, haddaba fiidiyogan waxaynu ku soo gabagabayn doonaa dhankee ayay burco waxbarashadeedu ka soo samaysay waxa la dhaho horumar. Haddaba su'aasha ah dhankee ayay kortaan xawliyaha ka samaysay burco waxbarashadeed waxaan dhigi karnaa waa dhanka xirfadaha iyo weliba macaahidda kala duwan ee lagu barto diinta islaamka labadan qaybood ayaa waxay kala yihiin qayb ay u diyaariyeen culimada gobolku aqoon fiican oo dhalinyar fara badan ay soo tababareen oo diinta islaamka ku hubaysan amaba aqoon ahaan ku tayeysan kuwaas oo bulshada badideeda laga dareemay xawliga amaba dhalinyaradaasi siyaabaha ay diinta islaamka ay u faa'ideen ama ay u soo barteen markaynu qaybta kale aan u nimaano waa qaybta dhanka skillska ama xirfadaha kala duwan ee dhalinyarada burco ay bartaan kuwaas oo dhalinyaradu riyahan dambe ay soo fahmayaan waxyaalaha la dhaho skilliska iyo xirfadaha iyo hadba waxyaalaha ayay qaban karaan iyagoo technical ah ama professional ah marka xirfadahan ayaa iyaguna koritaanka inta leeg ay ku sameysay xagga waxbarashada magaalada burco haddaba waxaan filayaa inaan ka jawaabay su'aashaas ah waa sidee waxbarashada burco amaba sidee ayay burco horumar ay u sameysay dhanka waxbarashada sidoo kale haddii aad fiidiyoga aad halka nala soo gaadhay oo aad dhammaysatay waxaad wax ka ogaatay ama wax badan aad ka ogaatay wax la dhaho waxbarashada burco iyo sida ay tahay marka fiidiyogan waxaynu ku soo gabagabayn doonaa intaas fadlan haddii aad halka nala soo gaadhay noo subscribe kare asxaabtaadana la wadaag waa channelkeena Fana Technology oo mar walba inagu soo gudbin doona haduu alla inuu waxyaalo faa'iido leh kuwaas oo bulshadeenana wax u tari kara dhalinyarta wadankana u noqon kara wacyigelin iyo wixi lamid waxaynu ku soo gabagabayn doonaa balanteennu waa waxbarasho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.